عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلث الوافدين في الكويت يخططون لمغادرة البلاد. 53% من وافدي الكويت يعرفون معلوماتهم من وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف استطلاع أجرته شبكة انترنيشنز الألمانية أن ثلث الوافدين في الكويت تغيرت خططهم المستقبلية بسبب كوفيد-19، وأن واحدا من بين كل ثلاثة يخطط حاليا لمغادرة البلاد في موعد أقرب مما كان متوقعا، إما للعودة إلى وطنهم أو البحث عن بلد آخر للاستقرار فيه. وللمرة السابعة في 8 سنوات تحتل الكويت المركز الأخير عالميا في استطلاع إكسبات إنسايدر 2021 الذي يصدر سنويا عن إنترنيشنز، ويهدف إلى تصنيف الدول وفقا لمدى جاذبيتها للراغبين في الهجرة إليها والإقامة والعمل فيها. وتصنف الدول الأفضل والأسوأ للمغتربين على أساس 15 مؤشرا فرعيا هي جودة الحياة وخيارات الترفيه والسفر والنقل والصحة والسلامة والأمن والأمان وسهولة التأقلم والاستقرار في البلاد وشعور بالترحيب بهم، اللطف وتكوين صداقات، واللغة والعمل في الخارج والوظيفة والمهنة، والتوازن بين الحياة والعمل والأمن الوظيفي والحياة الرقمية. وبالنسبة للمؤشرات الفرعية جاءت الكويت في المرتبة الأخيرة عالميا في جودة الحياة وخيارات الترفيه والسعادة الشخصية والسفر والتنقل، كما أنها أسوأ وجهة للوافدين من حيث سهولة الاستقرار، حيث غير 46% منهم عن عدم شعورهم باندماجهم في الثقافة المحلية، و 45% يشعرون بصعوبة الاستقرار. كما عبر 51% من الوافدين عن صعوبة تكوين أصدقاء جدد، بينما 62% يرون صعوبة في تكوين أصدقاء مع المواطنين بشكل خاص. وفي المؤشر الفرعي الصحة والسلامة جاء ترتيب الكويت 56 عالميا، وفي الأمن والأمان 39 على العالم، وفي الحياة الرقمية 49 عالميا، وفي جودة البيئة 58. وتقدر الإشارة إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تعد أبرز المصادر التي يستقي 53% من الوافدين بالكويت معلوماتهم منها. وفي عمان تصل نسبة الوافدين الذين يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي في استقاء المعلومات إلى 59%، وفي السعودية 55%. وعالميا صنف الاستطلاع تايوان والمكسيك وكوستاريكا وماليزيا والبرتغال ونيوزيلندا واستراليا والإكوادور وكندا وفيتنام باعتبارها أفضل الأماكن للاغتراب إليها والعيش والعمل فيها خلال عام 2021، استنادا إلى تكلفة المعيشة وسهولة الاستقرار وجودة الحياة بشكل عام. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة 34 فقط من أصل 59 دولة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نظرة المغتربين إلى نوعية الحياة في أمريكا. وتصدرت تايوان المؤشر العام الثالث على التوالي في استطلاع الرأي الذي أجرته الشبكة الألمانية التي تضم نحو 4 ملايين عضو وشمل 12,420 وافداً. وأدى المشاركون المغتربون تقديرهم للرعاية الطبية في تايوان بالإضافة إلى جودة الحياة، وأعرب 96% من المشاركين في تايوان عن رضاهم عن جودة الرعاية مقارنة ب 71% على مستوى العالم. وأفاد الوافدون أيضا أنهم كانوا أكثر رضا عن أمنهم الوظيفي في تايوان وحالة الاقتصاد المحلي من أقرانهم في مناطق أخرى. في المقابل صنف الاستطلاع الكويت وإيطاليا وجنوب أفريقيا وروسيا ومصر واليابان وقبرص وتركيا والهند ومالطا أسوأ دول للمغتربين في العالم.